يقول السائل: فيه واقعة في بلدنا، رجل فيه صلاح وخير تخاصم مع رجل سكير، إذ رمى الثاني وهو السكير الأول وقذفه في عرضه وهو براء من ذلك، مما دفع الرجل الصالح إلى قتل السكير، فيسأل أهل بلده هل يجوز لهم اتخاذ محامي، مع العلم أن الدستور المحكم في هذا البلاد قانون وضعي. المحكم مع العلم، مع العلم أن الدستور المحكم في هذا البلد قانون وضعي. المهم قتل الرجل، إذا كان الرجل مسلم معصوم الدم، مسلم أو معاهد، كافر معاهد، فهذا القتل يعتبر عمدا، يعتبر قتل عمد، يجب فيما يجب في العمد، وهو القصاص أو العفو من أولياء القتيل، هم بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا، إما على الدية أو مجانا، هذا راجع إلى أولياء الدم.